ايطاليا عادت فاحذروا كما قال خليل بلوشي. وفعلا ايطاليا بتوصل للسيمي فاينال في اليورو. في اليورو اللي قبلها كانش في حد متوقع ان ايطاليا ممكن توصل للمرحله دي، ولكن ايطاليا بالمعنى الحرفي ايطاليا فاكهه اليورو، وبتقدم امتع كوره في اليورو تحت قياده مانشيني، وبتقرقش اي حد قصادها. والنهارده بتكسب بلجيكا وبتوصل للسيمي فاينال. نتكلم النهارده في حاجات كتير قوي في مباراه ايطاليا وبلجيكا. معاك مصطفى، ده حلقه جديده من اول اليورو، والنهارده نتكلم عن ايطاليا وبلجيكا. حطني رقم واحد في القصير. الطليان النهارده محافظين على تشكيلتهم من 4 3 3، وكانت بتحول كما معروف من اول اليورو انها بتحول ل 3 4 3، ولكن الثلاثه اللي بيلعبوا في نص الملعب من بعد رجوع فيراتي هم الثلاثي جورجينيو باريلا وفيراتي، قدام الثلاثي الهجومي. ولكن النهارده في تغيير بسيط اللي هو بيراردي خرج ونزل بداله كيازا، وكيازا فرق كتير جدا مع ايطاليا نتكلم فيها في الحلقه. والناحيه الثانيه بلجيكا مارتينيز بال 3 4 3 اللي بيبدا بيها على طول، ولكن النهارده في تغيير بسيط برده واللي هو دوكو بدل هازارد المصاب. ودوكو قدم مباراه ولا اروع ولا اجمل ولا اروع. في بدايه اللقاء ايطاليا مش هقول لك كانت مهزوزه، بس ايطاليا كانت بتحاول تشوف هل بلجيكا هتقف في منطقها وتدي ايطاليا الحريه اللي تضغط عليها، ولا ايطاليا ولا بلجيكا هتباغت ايطاليا، وايطاليا تحاول تلعب في المساحات اللي تسيبها بلجيكا. ولكن اللي شفناه ان بلجيكا ولا بتضغط ولا عامله هاي بلوك ولا عامله لو بلوك، ميديوم بلوك بتحاول تقابل من نص الملعب. ولكن الناحيه الثانيه ايطاليا، لا ايطاليا من اول دقيقه في المباراه لحد اخر دقيقه وهي بتلعب هاي بلوك، ضغط عالي في كل ارجاء الملعب، بتضغط بكل اللعيبه بتاعتها، انسيني، موبلي، كيزا، سبيرتزولا، باريلا، فيراتي، جورجينيو، كله بيضغط على لعيبه بلجيكا. كانوا بيحاولوا ايطاليا تستخلص الكوره من نص ملعب بلجيكا، مش بتستنى ترجع من نص ملعبها، لا من نص ملعبك تستخلص منك الكوره. وشفنا لاعبين بتحاول تقفل زوايا التمرير على نص ملعب بتاعت بلجيكا، وبالاخص على دي بروين. دي بروين النهارده اللي جورجينيو عمل عليه مباراه كبيره، عمل عليه مباراة كبيرة قوي النهارده جورجينيو على دي بروين، وكان قافل عليه جدا المساحات، وما كانش مديله الحرية اللي يلعب حتى تنصاب المساحات او يلعب في المساحة اللي ما بين خط الدفاع وما بين نص الملعب اللي هي البوكيت او منطقة 14. ما كانش مديله الحرية دي ليه؟ لأن نص ملعب ايطاليا باريلا وفيراتي بيحاولوا يقدموا لقدام ويضغطوا على لعيبة بلجيكا اللي حملت الكوره، ويحاولوا يقفلوا زوايا التمرير على اللاعب الثاني. وفي نفس الوقت بتلاقي جورجينيو بيحاول يقفل مساحه التمرير على دي بروين، ولما دي بروين حتى بيحاول يستلم الكوره بيلاقي جورجينيو في ظهره، ولاعب من لعيبه نص الملعب كمان بيضغط عليه. ده اللي خلى النهارده دي بروين ما نشوفوش كتير بيتقدم على ايطاليا، وما نشوفش كتير بيقدم كوره قدام ايطاليا، سيروهات، سيرو لوب، كل الكلام ده ما كناش شايفينه. لوكاكو في اول مباراه حاول يلعب، حاول يهدد مرمى ايطاليا، ولكن بعد تقريبا اول 10 دقايق اختفاء. كنت قاعد حتى بفرج على الماتش مع ناس صحابي قبل الماتش بيبدا اصلا، قلت لهم النهارده بونوتشي وكليني هيحطوا لوكاكو في الشيكار، هيحط لوكاكو في جيبه، وده اللي حصل فعلا. وحتى حافظ لي الراجل جه في نص الماتش وقال لك ان كليني وبونوتشي حاطين لوكاكو في جيبه، وده فعلا اللي حصل. لوكاكو تقريبا ما ظهرش غير في 3 كور في المباراه، الكره الاولى هي كره ضربه الجزاء اللي جابها، والكره الثانيه اللي ضيعها وشاطها في سبينتزولا، والكره الثالثه اللي عاد من قدام وش لما رفعها له ناصر الشاذلي. بعد قبل كده وبعد كده لوكاكو ما ظهرش، ما جاش المباراه. الناحيه الثانيه ايطاليا، لا ايطاليا كوره جميله جدا 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 جدا، ما حدش كان يتوقع ان ايطاليا تقدم المستوى ده في اليورو، ما حدش كان يتوقع ده. مانشيني مقدم مباريات ممتازه جدا 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 مع ايطاليا، بنشوف ايطاليا بتلعب في مساحات ضيقه وباصات قصيره بتفك بيها الضغط كويس جدا، حتى لما بتشيك بتحاول تضغط على ايطاليا وتحاول تضغط من نص ملعب ايطاليا، ايطاليا بتمرات بسيطه على الارض بتحاول تطلع من الضغط ده بكل سلاسه وكل بساطه، وكره على الارض من غير كرات طويله. وحتى لما ايطاليا كانت بتحاول تلعب كره طويله، الكره طويله بتبقى بالمسطره مش كره عشوائيه، واللي هو نلعب كره طويله ونحاول ناخد الكره الثانيه ونضغط ونحاول نعمل هجمه، لا ايطاليا لما بتلعب كره طويله بتبقى عارفه بتلعبها لمين. بونوتشي بيرفع كره طويله بيوديها لرجل انسيني، كليني بيلعب كره طويله بيوديها لرجل كيازا، غير كده مفيش كرات طويله تتلعب، مش اللي هو انا هلعب كرات طويله وموبلي بقى يطلع يستلم الكوره وينزل اللاعب واللاعب ياخد الكوره الثانيه ونضغط على بلجيكا، او نحاول بلجيكا تستخلص الكوره ونضغط في نص ملعبها وناخد الكوره ثاني، لا مفيش الكلام ده. انا هلعب المضمون، الكوره الطويله مش مضمونه، هقعد امشي كوره امشي كوره امشي كوره لحد ما بلجيكا تحاول تضغط عليا باللمسه والثانيه افك الضغط.
بلمسه والثانيه اضرب خط كامل من بلجيكا. النهارده باريلا وفيراتي وجورجينيو خلونا نشوف تيريمانز وفيتسل اكنهم لاعبين دوري مصري. اكنهم لاعبين دوري مصري. ضغط استخلاص منهم الكوره بكل سلاسه وكل بساطه. بيعرفوا يضربوهم كويس جدا، بيعرفوا يلعبوا في ظهرهم كويس قوي 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 قوي. شفنا النهارده بلجيكا كانت لما كانت بتحاول او لعيبه ايطاليا لما بتسحب لعيبه بلجيكا وتحاول تجيبها في نص ملعبها، لما بتلعب في ظهر نص ملعب بلجيكا مساحه كبيره جدا، شارع شارع حرفيا. وينسيني وينج كما يقول الكتاب، ده الوينج، الوينج اللي يرجع يساند في الناحيه الدفاعيه، الوينج اللي ياخد الكوره من نص ملعبه ويعمل مشوار ويضم لجوه ويحط في البعيده، الوينج اللي يلم ويطلع الباك بتاعه، الوينج اللي يودي السيروهات، الوينج اللي ما بيعملش مخاطره، الوينج اللي بيحاول يبسطها على نفسه. انسيني وينج كما قال الكتاب. ولكن عندي علامه استفهام نوعا ما شويه على الموبلي. الموبلي بنشوف كذا كوره كان ممكن يباصي، كان ممكن يزود الغله، ولكن بيختار ان هو يشوط، والكره لو مش ماشيه معاك المفروض ان انت تبقى فاهم ده، الكره مش ماشيه معاك خلاص تحاول تلعب كره مع زمايلك. ايموبيلي النهارده الكره مش ماشيه معاه تماما، عكس المباراه اللي فاتت مش قادر يسجل، العب مع زمايلك، مش قادر يعمل اي حاجه في المباراه ايموبيلي بصراحه. مش قادر يعمل اي حاجه في المباراه، عكس كيزا، عكس انسيني، كيزا اللاعب اللي في حته ثانيه. لا 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 لاعب كبير قوي 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 كيزا، ليه مستقبل بائع. ايطاليا في ظل الضغط، في ظل الكره الجميله، في ظل التمريرات البسيطه، في ظل كل حاجه ايطاليا بتعملها، الفاكهه اللي بتقدمها ايطاليا، اللي هو انت قاعد بتتفرج على الماتش عمال تقدم لك مانجا وبطيخ وموز وخوخ وحاجات مميزه جدا 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 من ايطاليا. ايطاليا بتفكرني ببرشلونه بيب جوارديولا. بتفكرني بده مع اختلاف طبعا. لكن ايطاليا كره مميزه. مانشيني مش اللي هو انا في نص ملعبي وحافظ وجبت جون، يلا انا حافظ على الجون ويلا اوعى تجيب جون اوعى تعمل، لا انا جبت جون هضغط اجيب الثاني، جبت الثاني هضغط احاول اجيب الثالث. ايطاليا غير 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 فعلا، احذروا من ايطاليا. ايطاليا بنسبه كبيره اليورو دي بتاعتها، بنسبه كبيره اليورو دي بتاعتها، هتقرقش اسبانيا وهتقرقش اي حد قبله، بتلعب كوره بسيطه. ولكن برضو احقاقا للحق الناحيه الثانيه عند بلجيكا كان عندها بعض اللاعبين مميزين جدا. دوكو اول لاعب على راس اللاعبين المميزين في مباراه النهارده هو دوكو. دوكو من اللاعبين اللي اتفاجئت بيهم تقريبا. دوكو بيلعب في اندرلاخت او استاد رين على ما اعتقد، ولكن دوكو لاعب عامل احصائيه النهارده مرعبه، راوغ سبع مرات، السبع مرات كانوا صح. لاعب مرعب، كان هو الابرز النهارده في بلجيكا، هو الابرز النهارده، هو اللي عامل مباراه كبيره من ناحيه بلجيكا. لولا دوكو كنا شفنا شكل بلجيكا هجوميا. دوكو قدم شكل ومردود هجومي كبير جدا. سبانيتزولا يا رب تكون اصابته بسيطه، يا رب سبانيتزولا يكون اصابته بسيطه، عشان بصراحه سبانيتزولا من افضل لعيبه اليورو ومن افضل اللاعبين في ايطاليا. ان هو يتصاب والاصابه تجيله قويه، وان شاء الله تكون اصابه بسيطه، يعني ما تكونش حاجه قويه اللي هي الحاجه تخليه ما يكملش البطوله او حتى تعطل مسيرته، ولكن ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. ولكن في المجمل ايطاليا جميله، عادت ايطاليا فاحذروا، احذروا الطليان. الطليان واجهه لواجهه ضد اسبانيا بذكريات يورو 2012، وهل ايطاليا تاخد بطارها بعد الاربعه بتاعت النهائي؟ ده اللي هنشوفه في مباراه السيمي فاينل. هارد لك لكل مشجعين بلجيكا. بلجيكا بجيل المفروض كانت هي تاخد بيه يورو السنه دي، هو الجيل ده المفروض تاخد بيه يورو، الجيل ده لاخر فرصه ليه كانت اليورو ده، واخر فرصه ليه هو الكاس العالم اللي جاي بعد كده. نسبة كبيرة الفريق ده مش ياخد بطولة بعد كده، ان اليورو اللي بعده هيكون كل الاعمار بتاعت اللاعبين دي كبرت. فالفرصة بتاعت بلجيكا للاسف ايطاليا بتنهيها باداء ولا اروع ولا اجمل، بكل لعيبة المنظومة وكل المنظومة، كيليني اللي عنده 37 سنة، بنوتشي، سبانيتزولا، دي لورينزو، جورجينيو، باريلا، فيراتي، انسيني، كيزا، حتى اللعيبة بتنزل من على الدكة، كريستانتي، ايميرسون، بيراردي، كله منظومة كلها. مانشيني عامل منظومة ايطالية ما تخرش المية. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد في مباراة ايطاليا وبلجيكا. قول رايك انت في الكومنتس، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتابعنا على القناة بتاعتنا في الديسكربشن تحت. اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان تجيلي الحلقات اول باول. ولو مش على الفيسبوك بتتابع على تويتر. كمان دوست نشوفك في الحلقة الجاية. سلام.